فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فالإنسان إخواني لا يعني لا لا يعني يجازف في الكلام ولا يتسرع في الكلام، إنما عليه أن ينحر أضحيته ويسأل الله تعالى أن يتقبل وينحر هذا أو يعمل العمل الصالح وصدره مشروح ونفسه طيبة أنه قدم هذا العمل أو تقرب إلى الله تعالى بهذا العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلني وإياكم من المسارعين إلى مرضاته سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الأيام وفي سائر أيام العمر، أنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا